وبركاته. فالآن يأتي علينا بالتحضير من الصف الثاني والثالث الابتدائي، موضوعهم أسماء الأشهر تحت عشر مصطفى القمرمدني وأشيد الرحمن. فليتفضل مشهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. أنا محرم شهر الأول من السنة الهجرية. أنا صبر شهر الثاني من السنة الهجرية. أنا ربيع الآخر شهر رابع من السنة الهجرية. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. أنا جمادي الأولى شهر خامس من السنة الهجرية. ما شاء الله، طالب جديد، بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. أنا الشهر الثاني من السنة الهجرية. ما شاء الله ما شاء الله، طبيب. أنا شعبان شهر الثامن من السنة الهجرية. ما شاء الله ما شاء الله، طالب جديد، فضل طالب ذكي قليل الذكاء أمس، الحمد لله. ما شاء الله، شكرا جزيلا، ما شاء الله. طيب. عالم جديد جدا. أنا شوال شهر العاشر من السنة الهجرية. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. ما شاء الله. بعد رمضان، ما شاء الله بارك الله فيك. طالب عبير وهو أيضا طالب جديد، قد انتهك هذه السنة. طيب. أنا ذو الحجة شهر 12 من السنة الهجرية. ما شاء الله بارك الله فيك. قد وعينا وسمعنا أسماء الشهور من السنة الهجرية، بارك الله فيكم.